عندي قطر بتستأجر جنرالات في الجيش الإسرائيلي لتبييض وجه قطر في الكونجرس الأمريكي، بتأجر ناس جنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي علشان يتكلموا عن قطر وعلى دور قطر ويبرأوا ساحة قطر وذمة قطر من دعم الإرهاب داخل الكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي. في وثائق سربها أعضاء في الكونجرس الأمريكي أن قطر فعلت هذا، وأكدت هذه الوثائق أن أحد هؤلاء اللي هو اسمه شيمون شابيرا جنرال في الجيش الإسرائيلي، الوثائق قالت أن قطر استأجرتهم ودفعت لهم مقابل شهادتهم الزور بتبرئة قطر. ودي الوثائق اللي قدامنا، دي وثيقة مسربة بتتحدث عن جنرالات في الجيش الإسرائيلي استأجرتهم قطر لتبييض وجه قطر أمام الكونجرس وتبرئة ساحة قطر من دعم الإرهاب. دول وثيقتين يعني يؤكدوا أنه قطر لا تعدم أي وسيلة لمحاولة الضغط على متخذ القرار، سواء القرار التشريعي أو القرار التنفيذي، ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط وإنما في كل دول العالم مستخدمة سلاح المال في هذا